عسلامة مدام. عسلامة يا مدام. لبس علي. الحمد لله ونعم بالله. حملنا روحك. حياة الحواشي. في حياتك مدام؟ والله جفي توغيان مي اكتوالمون جفي غارد مالاد. مرحبا بك حذينا، حبيت تحكي معنا على الوضع المعيشي. نعم نعم. الوضع العام معناها في البلاد. الوضع العام ولا الوضع المعيشي؟ نمشوا الوضع المعيشي قبل الوضع العام، خاطر الوضع العام مربوط بالوضع المعيشي. به الوضع المعيشي احنا ايش نقول لك؟ مثلا يقولوا هاو الزيت ما فماش، هاو السكر ما فماش، هاو الحليب ما فماش، هو فما لكن يتحيلوا العطارة يبيعوا الحليب بلا غرت ولا بالماء. انسان عنده صغار مش يشي السكة حليب، يزم يشي كل باكو حليب عليه جوج باب زمان. منين جاه؟ خاطر علاش ما فماش مراقبة؟ يقول لك الفلفل غالي، الطماطم غالية، بطبيعة مادام احنا نستوردوا فيها بشكون غالية، وقت اللي احنا اعز تربة، تربة تونس في كل دولة يشهدوا بها، معناتها نجموا نعملوا فلفلنا وطماطمنا وخضر متاعنا الكل في التربة متاعنا، وناكلوا من التربة متاعنا، المناخ متاعنا اعز مناخ، التربة متاعنا اعز تربة، لكن شوية صبر، شوية صبر، هما ماخذينها بناءات، ماخذينها زيتون، ماخذينها من عرش شنو. ينجموا ينقصوا من الزواتن ويعملوا قمح وشعير، يعملوا فلفل وطماطم وبطاطا وبصل وكل ما يهم الخضره الخضروات الكل. هنا احنا ما نكذبش عليك، دخلنا في معمعه كبيره اللي هي يحطوا في الاعصاف العجله للحكومه رئيس الجمهوريه، وقت اللي هو ما عنده حتى دخل، هو ما هوش راع وزير التجاره، ايه عنده دخل، وزير نعرف شنو الفلاحة عنده دخل، هذوكم يعملوا المراقبة، هذوك اللي يشوفوا علاش في بلاصة يتباع 1200 طماطم وفي بلاصة ب 4000، علاش في بلاصة 2000 الفلفل وفي بلاصة 6000، هذا الكل عليه، هذا كله من قلة المراقبة. وين تلقاه ب 1200 وين تلقاه ب 4000؟ باهي مثلا ب 1200 تمشي تدخل سيدي فتح الله، سيدي فتح الله على الكياس يبيع في الطماطم ب 1200، يبيع في الفلفل ب 2200، ب 4000 لهنا في لي غروند سيرفاس، تمشي غروند سيرفاس تلقى ب 4000 وتلقى ب 3500، علاش؟ ما هو كيف كيف، ما كلهم جايبين من مارشي الكرو ولا ليه؟ هما قاعدين تو يستغلوا في الوضع اللي هو ماهوش نورمال، وقاعدين يحطوا في العجله بالزوالي، ما انت باش يهيج الزوالي ويعمل مشاكل و و و. وقال شنو رئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهوريه فلاح، رئيس الجمهوريه تابع وزاره الفلاحه، تابع وزاره التجاره، تابع شنو؟ تابع وزاره تجي تعليمات تو كيما مشى للمدب كيما قالوا الياغورت موجود والحليب ماهوش موجود. الياغورت منين تصنع؟ مش من الحليب، هو بجاه ربي لا تقص لي شيء من كلامي، بجاه ربي بجاه صحتك لا تقص لي شيء من كلامي. يلطف بك ربي، احنا شويه صبر برك، حتى حد ما يبات بلاش، حتى حد ما يبات جيعان. الفريبا وكا برشلونه ساحة من جبالي ب 500 دينار القطعه، ما فماش كل عريان، احنا نعيشوا في بعضنا، احنا اللي نلقاوه ما عندوش نعطيوه، اللي اشتهيت حاجه هكا وما قدرتش تشريها ونقول لها ايجا اشري هز نخلص وانا الدينار وهذاك وهذاك. فهمت كيفاه؟ الوضع الكل مربوط في يد الشعب، يجيو لشكون؟ ماهوش ليك انت ولي انا اللي متفاهمين، يجيو لك الزوالي، يجيو هو زوالي دين وراه. اللي تلقاها تلم في الدبابز راهي باش تبني، اللي تلقاها تلم في الخبز راهي باش تبني. برشا موتى يلقاهم الذهب، نساء ذهب وفلوس، 30 مليون في البنكة تسكن في الحي النور في الخرب، و30 مليون في الدار، وصر ذهب وهي وحدها تعيش فك الكوخ وتطلب. عليه حرمت روحها من الدنيا وحرمت روحها من الاخره ومشات في زباله وهذيك وهزها الحال. وكفرت بنعمة ربي. اكيد اكيد كفرت بنعمة ربي، شنو 30 مليون في البنكة و30 في الدار وصرة نتاع ذهب. عليه ما هو طلبت كولك النهار هذاك. يعني متسول هذا ما. متسول اي، تتسول في لافوني وفي برشلونة. اعذر شنو اللي عملت من التصور؟ الذهب ما هو قبل كان رخيص، تلقاه عملت له من قبل مش توا سي شيخ. ف
فهمتني بنتي؟ أما رانا والله العظيم كان نسيسوا بعضنا ونسيسوا بعضنا ونصبروا باش زعما باش نصبروا أكثر ما صبرنا 12 سنة مش نصب قدرة ربي تفرش قدرة ربي تفرش فهمتني؟ أما هما يعني أنا ما عنديش الصبر يزيدوا هما يحمشوني فهمت؟ أنا ضعيفة الإيمان وضعيفة القدرة يزيدوا هما يحمشوني ألوغ هنا معناتها راهو ديما أنا نقول يحطوا في العزلة باش البلاد ما تقدمش أي إنسان ما خلاه أي رئيس ما يخليهوش يقدم مازال هو وقتاش نحى مجلس النواب توا توا نحاه توا توا بدا يصفي في الحسابات توا توا اتصل بالدول اللي عندهم الفلوس نتاع النهضة نتاع معناتها حاشية النهضة معناتها توا توا اللي تكلموا عليها ما تكلم عليها وقالوا له وعدوه باش يرجع راه والله وراس بنتي وراس بنتي يدخل على الميزانية فارغة يا أخي توا أنت مرت البحيري توا هي حتى الخدمة بطلتها وشادة الدار تكسب المليار دويت من أين لك هذا؟ توا راهو الحاكم فاق المواطن فاق اللي راهو ينهبوا وينحيوا ويسرقوا ويكتبوا بسامي أماتهم ويكتبوا بسامي نساهم توا يلزم يتحاسبوا من أين لك هذا يا مرت البحيري؟ من أين لك هذا يا بنت الغنوشي؟ بنت الغنوشي نعرفها كما أنت هكا ما نعرفها أكثر ما أنت نعرف دوفي ما هي نعرفها نعرفها كيفاش كانت تعيش كان الغنوشي ولده يبيع في حمص منفخ في تيليكادوم تاع بن عروس هو كان متخبي ويعسوا عليه البرا أقاربه باش ما يجيوش يصدموا يقتحموا ويهزوه شنو اللي عنده؟ عنده دار في حي الملع هاك الدويرة هذيك أعطاها لبنته ومشاها سكن في الغزل والعسة والدنيا محروبة فهمت؟ نرجعوا لموضوعنا مادام اللي هو الوضع المعيشي كيفاش نجموا نصلحه مستقبل؟ برا أمشي الباب الفلة الوضع المعيشي تلقى قرون الفلفل تلقى كعبة الطماطم تلقى البصل في متناول الجميع في مت... لا 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 تصور العباد ما تحبش تشري ال شنو؟ حاجات سقاطة لا نشري سقاطة وننظفها ونصبر الصبر باهي راهو في كل شيء الصبر باهي الصبر باهي باش الصبر باهي ريتك نروح وننظف هاك البطاطا وننظف هاك الطماطم ونحط ونغسلهم وك الفلفل وك الصبر هاك الوقت اللي ننظف فيه برك هذاك صبر صبر ما نكفرش بنعمة ربي وقت اللي هي موجودة مش فما عباد فما عباد كيبدا مكتوبي مليان أما كيبدا مكتوبي فارغ يلزمني نلقط هذيك مش كيما المرأة كيما الراجل في القضية لا راه ممكن تنجم تشريها الراجل ديما عينه كبيرة هو حتى هو حتى هو الراجل كي يوصل الراجل وتبدا 10 نساء قدام البايع يسبق الراجل عليه الراجل ما يقولوش اش بها هذه هكا واش بها من قدام خامرة ومن فوق هكا مزيانة وجه النصبة فهمت المرأة تقول له تعمل هكا تنقل اش بها هذيك الطماطم مش كيما البرانين المرأة تحاسبه الراجل ما يحسبش لا المرأة تقضي بالرطل وبالكيلو الراجل يحكي بزوز كيلو والخمسة كيلو الراجل ديما يحب اي ظهر هاكا فخفخ فخفخ جنح جنح يروح بلاش فلوس ويروح بلاش فلوس المرأة يعطيها المصروف وتفضل منه وتشري ماك المصروف هذاك تشري حاجات اللي هي ضروريات للدار خلي لك كلمة الختام يا مواطنين يهديكم يا الشعب التونسي يرحم والديكم والديا اصبروا شوية رانا صبرنا الكثير ما قلتوا للزين دي قاش شلون بعد قلت مش قلتوا وينك يا الزين كنتوا تقولوا خبز وماء ولو الزين لا توليتوا ترحموا عليه ما تخليوش رواحكم كيف كيف راو خليوا رئيس على الأقل خلينا نشوفوه للنهاية شنو ما نعملوا معاه حد شيء لا إضرابات راهم يكذبوا عليكم راهو مصلحتهم وراهو يطلعوا على كتافكم راهم يطلعوا على كتافنا ويجيو يشدوا المنصب ما عادش يعرفونا